يعني عادة خلينا نفسر النتاج الإجمالي، إجمالي النتاج العام شنو هو؟ يعني الإجمالي النتاج بمعنى هو كل العمليات الاقتصادية اللي تدور في الدولة العراقية، منها إيرادات الدولة، الإنفاق، القطاع الخاص، الاستثمار، كل هذه. فعندما نجي نحلل هذا الموضوع النتاج بالقطاعين، العام القطاع العام والقطاع الخاص. طبعا فإذا نريد ناخذ مسألة جدا مهمة، أنه كل الفعاليات اللي موجودة بالعراق اللي تؤثر في إجمالي النتاج العام اللي هو تقريبا 210 أو 220 مليار سنويا هي من القطاع العام، وللأسف معظمها إنفاق. وإذا رحنا على مسألة أنه مشاركة القطاع الخاص في إجمالي النتاج العام انحدرت بشكل كبير جدا، الآن أصبحت غير محسوسة حتى بالأرقام. يعني أخذ على سبيل المثال مشاركة القطاع الخاص في القطاع الزراعي انخفضت من قبل ما 2002 من 18% إلى 3.4% في عام 2018. ليش؟ فهذه كارثة كبيرة جدا. ليش دكتور؟ لأنه هناك انحسار كبير جدا في فعاليات القطاع الخاص، لأنه الآن بالعراق إذا تكلمنا بمعنى بمهنية عالية لا يوجد شيء اسمه قطاع خاص موجود بالعراق، لأنه القطاع الخاص الموجود الآن بالعراق هو يعتمد على ما يخرج من الوزارات من عقود حتى ممكن يعمل فيها، ولا يوجد قطاع خاص أنه مثل أي دولة بالعالم أنه ممكن يكون مشغل لكثير من الخدمات، يدفع الرسوم والضرائب إلى الدولة العراق إلى الدولة، وأيضا بنفس الوقت يقدم الخدمة إلى الفرد اللي ممكن يستهلكها أو يستخدمها. هذا غير موجود، فأصبحت القطاع الخاص فقد هويته بالعراق. يضاف إلى أنه القطاع الاستثمار أيضا لا يوجد، يعني أنا من أتكلم ماذا أتكلم بسوداوية، لكن هذه مهنية، هذا جزء من عملي كبير جدا بالعراق وبالأرقام أنا ممكن أتحدث بها. يعني للأسف قطاع الاستثمار أيضا أصبح غائب جدا، لأن الاستثمار واحدة من صفاته أولا جلب المال، رأس المال إلى الدولة اللي يستثمر فيها، ونوع التكنولوجيا للمنشأ مالته أو الاستثمار أو المشروع اللي يدخل البلد. فإذا أخذنا هذا المعيارين على كل الاستثمارات اللي موجودة بالعراق فتسقط بالمعنى أنه من هذا. فإذا بالتالي هل يوجد استثمار حقيقي؟ بالتالي الجواب بالتأكيد يعني ما راح يكون هناك استثمار حقيقي بهذا المعنى.